أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن اختيار الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي كأول شركة سيتم البدء بطرح جزء من أسهمها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة جاء بعد دراسات مستفيضة ومتأنية، وهو ما يسهم في توسيع القاعدة الملكية للشركة وتوفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز القدرة التنافسية. وخلال ترأس الملا لأعمال الجمعية العامة لشركة إنبي لاعتماد نتائج أعمال عام 2017، أشار إلى أن هناك توجها استراتيجيا لاستغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركة البترول الوطنية في مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات من أجل التوسع في حجم أعمالها.